أفاد مسؤولون أمنيون أمريكيون اليوم بأن إيران استهدفت قاعدة أمريكية في سوريا بطائرة مسيرة الشهر الماضي. كما أوضح المسؤولون أن استهداف إيران قاعدة التنف كان ردا على غارة إسرائيلية بسوريا. وبالتزامن مع ذلك شددت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون على أن إيران تلجأ إلى تقنيات رخيصة في المواجهة بهدف التنصل من المسؤولية، أنه لا حل عسكري لمشكلة التهديدات الإيرانية وميليشياتها. أضاف البنتاغون أنه يطبق مبدأ الردع مع إيران، وعلى إيران انتظار الخسارة إذا سعت لحرب تقليدية مع واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم إن الخزانة الأمريكية حددت 6 أفراد إيرانيين وكيان حاولوا التأثير على انتخابات 2020، مشيرا إلى أن بلاده ستحاسب الجهات التي ترعى محاولات تقويض ثقة الأمريكيين في العملية الانتخابية.